استبق السعوديون أول يوم لاختبارات منتصف العام الدراسي الحالي بإطلاق وسم سعوديون نطالب بإلغاء مادة الرياضيات، مطالبين بإلغاء المادة كليا من المناهج الدراسية. آراء المغردون على تويتر تباينت بين مؤيد ومعارض، مما دفع بأحدهم لإطلاق استطلاع رأي كانت نتيجته إبقاء الرياضيات على اعتبار أنها أساس التعليم، فيما اعتبرها البعض أساسا لتعقيد وفشل الطالب. مادة الرياضيات وصفت بالأصعب في المناهج لما تحتويه من رموز شبهها المغردون بالطلاسم بحسب رأيهم، لا سيما تلك المعادلات والقوانين وإيجاد قيمة سين وصاد واستخدام قاعدة كرامر. وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في تغريدة له بتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة لأداء الاختبار.